يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إذا اقترضت من أحد 100 ريال أن أردها عليه 120 ريالا إحسانا له؟ هل يجوز إذا اقترضت من أحد 100 ريال أن أردها عليه 120 ريالا؟ إذا لم يشترط عليك وإنما أنت الذي بذلته له عند التسديد فهذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، قد استسلف بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم.